لأنه شهادة. ما فيش وصف لحجم الدمار اللي احنا فيه. زهرة هي شايفة معها ورد مسجدها. اهلا وسهلا بحضراتكم. خلينا نقول انه احنا عاوزين نفهم المشهد بمنتهى المهنية. لا ما احنا مش CNN ولا BBC، احنا بنتكلم جد. يا عيني والله بجد، جم تحت المخرطة وكده، ما هو ربك برضو. طيب تعال نشوف الجهود المصرية في مسألة الوصول الى حل. طيب وإدارة المباحثات بتاعة القوى الإقليمية والدولية، مش بس لإيقاف الحرب ولكن الوصول إلى مقاربة، لو صح التعبير كده وإن كان صحيحا، مقاربة السيسي، حل الدولتين على حدود 4 يونيو 1967، القدس الشرقية عاصمة فلسطين الحرة المستقلة. كل ده في إطار اجتماع اللي حصل النهاردة، اجتماع مجلس الأمن اللي ترأسه فخامة الرئيس، ولقاءه مع أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية. يشاء العلي العظيم أن أنا حظي يبقى أكتر من رائع بأن ضيفي العزيز هو مش بس باحثا متخصصا في الشؤون أو شؤون الصراع العربي الصهيوني، وإنما هو أصلا كمان متخصص في اللغة العبرية، كنت أقول العربية العبرية، ثم دراسات عليا في العلوم السياسية تحديدا في هذا الشأن، الباحث المتميز الأستاذ شادي محسن، الباحث في الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. بالمناسبة المركز مليان ناس فل، حاجة يعني حاجة الواحد تشرف الواحد يفخر بيها. ازيك الأول؟ تمام، نورتنا. الحمد لله، بنور سيادتك. هنبدأ منين؟ هل هنبدأ من 9 أيام ولا نبدأ، مش عايز طبعا ناخد بعضنا على البدايات بتاعة العصابات الصهيونية شترن وأرجون، لكن لو قلت هبدأ من 9 أيام وأبدأ مما أطلق عليه المذيع الآن مقاربة السيسي في ظل اجتماع مجلس الأمن القومي وفي ظل لقاءه أو لقاء فخامة الرئيس مع وزير الخارجية الأمريكي. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو مقاربة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ من 2013 فكرة تأسيس الدولة الوطنية ودولة المؤسسات، فكان دور مصر واشتباكها مع القضية الفلسطينية دخل مرحلة جديدة وعهد جديد تم تدشينه على يد السيد الرئيس، انه ازاي القضية الفلسطينية لما تتجاوز محنتها ويتم تهيئة الوضع بشكل عام لإيجاد تسوية سياسية نهائية، يبقى الفلسطينيين قادرين يقفوا على رجل قدم صلبة. القدم الصلبة هنا هو المقصود بيها إن يبقى في دولة مؤسسية فلسطينية ما تخشش مرحلة الفترة الانتقالية فتعبس فيها فوضى، تعبس فيها البحث عن الكوادر، البحث عن المأسسة، البحث عن شعب إزاي يتحول لمجتمع مدني ثم يتحول لمجتمع سياسي، تكوين وتشكيل حكومات. فكان من 2013 و2014 لحد الآن مصر بتحاول إن هي تخلق المؤسسات الفلسطينية اللي تقيم دولة فلسطينية حرة مستقرة ومستقلة في نفس الوقت. المسألة دي ما هيش رفاهية أو مسألة مصر بتحاول إن هي تجد فيها مقاربة جديدة علشان يبقى فيه دور جديد للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2014، كونه رئيس جديد في عهد جديد فيلا بينا نشتبك مع القضية الفلسطينية بشكل جديد. لا، هي الحقيقة إن الإسرائيليين كان دايما بيروجوا لرواية إن أنا لو فرضا وافقت على إقامة دولة فلسطينية ودخلت في مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين، إيه اللي يضمن لي أمني؟ إيه اللي يضمن لي إن أنا ما بخلقش دولة فوضوية؟ مرحلتها الانتقالية هي مرحلة فوضوية مش انتقالية. فورا مصر ضبطت المحاضر المتعلقة بكيفية إدارة مرحلة انتقالية، كيفية تأسيس دولة وطنية ومؤسسات،
كيفية خلق كوادر يديروا المشهد السياسي والمدني، ثم حوار وطني. كل المحاضر دي اللي هي الاتفاق المصالحة أقصد الفلسطيني الفلسطيني، المحاضر دي كانت متستفة طول فترة العشر سنين اللي فاتوا. مصر قدمتها للحكومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني علشان يبدأ ما يبدأش يخترع العجلة ويبدأ من المربع الصفري، لا يبتدئ من حيث انتهت مصر، مصر 2013-2014. فهي دي المقارنة بتاعت السيد الرئيس، انه ما نبدأش من الصفر وما نحاولش نعزز رواية الإسرائيليين في انه ان انا بخلق دولة فلسطينية فوضوية، وان ما فيش اساسا طرف فلسطيني هادئ، طرف فلسطيني قادر على التفاوض، طرف فلسطيني فاهم قضيته، طرف فلسطيني موجود بالاساس. يعني ايه موجود بالاساس؟ يعني مش متهجر، مش في مخيمات، مش في دولة مضيفة فاحنا هنتصل بيه عشان يرجع ياخد ويستلم ارضه تاني، لا، شعب موجود على ارضه، فاهم سياسة كويس جدا، فاهم ازاي يدير السياسة. ففي الحقيقة يعني الخلاصة بتاعتي هي ان مصر ادت المقاربة بتاعت السيد الرئيس هي تنقسم الى واحد، كيفية ادارة مرحلة انتقالية، كيفية ادارة تسوية سياسية مع الاسرائيليين، كيفية بناء دولة فلسطينية وطنية مؤسسية. حلو جدا. طيب من المنطلقات دي او من هذه الثوابت نبدأ نشوف الصراع الدائر في محطته الراهنة يوم السبت اللي فات حتى الآن. هو طبعا يعني الصراع غير مسبوق ومتعدد الظواهر الفريدة والجديدة تماما، يعني في كل شيء حتى من الطرف الإسرائيلي نفسه يعني، وكيفية إدارته للصراع ده، العنصر المفاجأة ثم اقتحام المستوطنات، بعض ان المقاتلين بتوع حماس أخذوا واستلموا أجهزة تخص الجيش الإسرائيلي والمخابرات الإسرائيلية، شوشوا على تكنولوجيا إسرائيلية، أطلقوا صواريخ وأدوات وأساليب قتال وتكتيكات حرب جديدة. حتى الأمريكان والإسرائيليين في قراءتهم التحليلية بيقول إن الحاجات دي علشان تتم لازم تاخد لها على الأقل سنتين. هو ممكن تكون خدت سنتين، ممكن، لكن هي الحقيقة إنه استدراك الإسرائيليين للمشهد الغريب كان فوضوي جدا، حساباته لا منطقية على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري. المنطق السياسي ان هي حكومة 84%، دي احدث استطلاعات رأي عام اسرائيلية، 84% من الاسرائيليين شايفين ان حكومة نتنياهو الاكثر تطرفا لم تفي بسلام ولم تفي بالامن الاسرائيلي، بل بالعكس ده بيحمله الحكومة تبعات الموقف والمشهد. عشان كده فورا استدرك المسألة برضو بفوضوية زيادة، انه جاب حكومة طوارئ تحت مسمى حكومة وحدة وطنية، طبعا ده مفهوم يعني فضفاض وليس له معنى. احنا حتى يمكن واحنا بنتكلم فاحنا بنعرض نقاط الهجمات الاسرائيلية تحديدا على غزة، واحنا بنتكلم مع الاستاذ شادي باحثنا في هذه الشؤون، فواجب التنويه بس ان المشاهد يبقى عارف اللي معروض قدامه. هو في صورة بتمثل النقاط الحمراء، الاشتباك اللي حصل ما بين حماس واسرائيل والمستوطنات اللي دخلتها قوات، احنا عايزين الصورة دي الاول يعني قبل دي، قبل الاستدراك الاسرائيلي، لانه ده الاستدراك بالظبط كده، ده رد الفعل بتاع الاحتلال. فانا عايز واحنا بنتكلم استاذ شادي بيتكلم على ازاي المقاومة قدرت انها تستهدف الاحتلال بشكل لم يكن متوقع، ويمكن اظن المستغرب جدا جدا اذا كان الجانب الصهيوني بيقول دي خطة بيتم التحضير ليها بقاله سنة او سنتين، احنا بنتكلم على جهاز استخبارات يصف نفسه دائما بانه جهاز استخبارات الاكبر والاقوى والاهم والأزكى والأكثر على الاختراق والنفاذية. ثم أنا بتكلم على جهاز استخبارات يحتل هذه الدولة، فمفترض أنه يبقى عارف إيه اللي بيدور داخل الأراضي الفلسطينية. جنبا إلى جنب هو مدعوم طبعا طول الوقت من جهاز استخبارات أوروبية وجهاز الاستخبارات الأمريكي CIA، وبالرغم من ذلك ما عارفوش حاجة. ممتاز ممتاز. يعني هو سؤال حضرتك فورا بيوحلنا إلى السياق اللي سبق الصراع اللي احنا شايفينه دلوقتي.
أول سياق هو كان في سبتمبر 2023 وقت ما نتنياهو كان بيستعرض خارطته نيو ميدل إيست، السلام الشرق الأوسط الجديد، وجايب لون إسرائيل بالأخضر حوالين منه دول لحد الجوار. طبعا ما كانش فيه أي إسقاط لأن فيه دولة فلسطينية أو غيره يعني، أو حتى أراضي محتلة، وجنب منها طبعا دول الجوار باللون الأخضر. هنا كانت مقاربة نتنياهو أنه، وهي مقاربة طبعا وليها قواعدها وليها محدداتها يعني، أنه السلام يتحقق في المنطقة دون النظر وبغض الطرف عن تسوية القضية الفلسطينية، وأنه بمجرد ما نضع يدنا يد الإسرائيلية في يد الدول العربية والدول المنطقة فورا يتحقق السلام والاستقرار الإقليمي والازدهار والتنمية والمشروعات الاقتصادية والمشروعات الأمنية والتكتلات وخلافه. المقاربة دي يعني مضادة تماما لمقاربة السيد الرئيس ومقاربة مصر حتى من قبل السيد الرئيس ما نتشرف بوجوده كرئيس يعني، انه مصر دايما بتقول ان القضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي هي نقطة هدم عدم حلها يعني، نقطة هدم الاستقرار الإقليمي. دي مقاربة مصر. مقاربة نتنياهو بتقول العكس تماما. ده السياق الأول، وخلينا نبقى ركنينه كده على جنب شوية. السياق اللي فورا كان يوم 6 أكتوبر 23 لما حاول الموساد والشباك والجيش الإسرائيلي وحكومة نتنياهو تصور للبعض أنه إحنا عندنا أقوى جيش، إحنا بعد مرور 50 سنة على حرب أكتوبر إحنا تجاوزنا كل الثغرات، تجاوزنا كل نقاط الضعف، إحنا عندنا الموساد كان عارف من قبل ما الحرب تقوم في 73 مين هتقوم بها مين وإمتى وإزاي وفين، عن طريق وكيلهم المصري أشرف مروان اللي سموه الملاك على حسب ادعائهم. فطبعا فورا كل ده كذب من داخل إسرائيل نفسها يعني. الأمان اللي هي الاستخبارات العسكرية قالت للموساد أشرف مروان مصري، أشرف مروان لصالح بيتجسس علينا وبيضللنا لصالح مصر. طبعا الموساد دخل في صراع جهاز أمني وصد جهاز أمني في إسرائيل وبقى صراع أجنحة. السياقين دول هم دول اللي بيجاوبوا على سؤال حضرتك، ان اسرائيل كانت دايما بتروج لروايه مغلوطه ان احنا عندنا اقوى استخبارات وعندنا اقوى جيش. يعني بعد جلسه نتنياهو في الامم المتحده وبعد الادعاءات الاسرائيليه بتاعه الموساد والجيش الاسرائيلي فيما يتعلق باكتوبر 73 فورا في 7 اكتوبر كل ده يتمحي، فورا يبان انهم عندهم اضعف جهاز استخبارات، عندهم اضعف جيش، عندهم أضعف قيادة سياسية، عندهم أضعف جبهة داخلية، مجتمع مفكك مش عارف هو عايز إيه، عندهم أضعف أحزاب ومجتمع مدني، أضعف قبة حديدية، أضعف قبة بالظبط يعني الله ينور على سيادتك، أضعف تكتيكات حرب وأدوات سلاح وأدوات حرب زي السلاح وغيره، لدرجة إن هم دلوقتي بيصرخوا مناداة للدعم الأوروبي والأمريكي. فالحقيقة يعني حتى الدليل على ده إن الأمريكان نفسهم صرفوا الانتباه عما يحدث في أوكرانيا، اللي كان فيه خبر كده بيقول إنه في 60 نقطة اشتباك حصلت في 24 ساعة في الأرض الأوكرانية ما بين الجيش الروسي والجيش الأوكراني. ده رقم غير مسبوق، 60 نقطة اشتباك في 24 ساعة. ده فورا يدينا مؤشر إن الأمريكان شايفين هم والأوروبيين والعواصم الأوروبية الداعمة لإسرائيل إنه فعلا إسرائيل لو ما تلقتش الدعم الفوري الغير محدود الغير مشروط هتنتهي. فالولايات المتحدة الأمريكية تحرك حاملات الطائرات إلى شرق المتوسط دعما للاحتلال، وتعلن عن جسر جوي لدعمه والمساعدات قادمة على رأيهم لا ريب فيها لا تقلقوا، ونسوا خالص أوكرانيا خالص. فيفكرك تاني بمشاهد 73 تاني، ولا رأي البعض قال لك والله احنا زمان بخرطوم مية هزمناهم والمرة دي بالمكنة الصيني برضو هزمناهم. الحقيقة المصريين مذهلين يعني، صورة كده حاططها واحد مصري بقت منتشرة قوي على السوشيال ميديا. طب انا استأذنك واحنا بنتكلم على اضعف جهاز استخبارات، اضعف جيش، اضعف قبة حديدية، اضعف رأي عام داخلي حتى غير قادر على اقالة حكومته اللي تسببت له في هذا الدمار، حكومة شديدة التشدد، الى اقصر فاصل هناخده ونرجع لازم نكمل الكلام. طيب
كل الترحيب، عشان هستغل الوقت استغلال الامثل، كل الترحيب بضيفي العزيز الاستاذ شادي محسن، الباحث في الشؤون الاسرائيليه والفلسطينيه بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه. عشان الوقت اللي بيجري، الجلسه النهارده بتاعه مجلس الامن القومي بحضور ورئاسه رئيس الجمهوريه، دلالات التوقيت مهمه جدا، لانه جايه في سياق زياره وزير الخارجيه الامريكي، وكانها رساله مش للداخل المصري وبس ولا للمشهد الاقليمي لوحده، لا للامريكان نفسهم، الولايات المتحده والعواصم الاوروبيه كمان. العواصم الاوروبيه مهمتهم للاسف يعني بتتلخص في ان هم دعم غير محدود وغير مشروط لاسرائيل، فاسرائيل بتستند او بتتكئ على هذا الدعم ان هي تجتاح قطاع غزه بريا، ونفس الشيء الولايات المتحده اللي بتبحث تفاصيل المشهد وتشوف محددات مصر، محددات الاقليم، لحسن الحظ ان محددات الاقليم كلها بتصب في القاهره. يعني السعوديه، قطر، تركيا، امارات، كلهم صبوا محدداتهم داخل القاهره، في حين ان القاهره تبقى هي البوق لاذاعه هذه المحددات بما يتماس مع مقاربه السيد الرئيس. فمجلس الامن القومي بعد زياره وزير الخارجيه، فدي دلاله للولايات المتحده. الدلاله الثانيه انه واضح جدا وبقوه يعني انه اجتماع هذا المجلس يضيف ادوات جديده للدور المصري وللجهد المصري فيما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه وما يحدث في قطاع غزه بالتحديد، خصوصا المشروع الاسرائيلي، هو مشروع مكتمل الاركان، اسرائيل مصممه عليه بتهجير قسري للنازحين الفلسطينيين من شمال الى وسط وجنوب قطاع غزه. فطبعا خط احمر بالنسبه لمصر طبعا. ومش خط احمر لمصر وبس، ده مصر بفضل الله وحسن الاداره ازاي اقنعت العواصم الاقليميه والعربيه ان تتماس وتتشابه روايتهم مع الروايه المصريه، في حين ان الولايات المتحده لما تسمع روايه مصر هي بتسمع روايه الشرق الاوسط. صح 100%. فمجلس الامن القومي هنا هو دلالاته مهمه جدا، الخلاصه فيه في تقديري الشخصي انه في ادوات جديده غير سياسيه غير دبلوماسيه تضاف للجهد المصري. بس كده تمام، هو خلص التوقيت بتاع الحلقه، بس احنا هنتقابل تاني، خصوصا انه انت تفضلت علينا بمجموعه من السلايدز والخرايط، ودي مهمه جدا ان احنا نعرضها، فانا هستاذن ان لم يكن في هذا الاسبوع فهو في الاسبوع القادم. لا اعتقد ان الموضوع انتهى عند هذا الحد، اعتقد يعني الدنيا هتفضل محتقنه حبتين، وكنا نتمنى انه ما يحصلش المزيد من الاحتقان ولا المزيد من المواجهه المسلحه. نورتني وشرفتني وأسعدتني إلى أبعد الحدود يا أستاذ شادي، ألف ألف شكر ليك. أشكرك كل الشكر للباحث الرائع الحقيقة الأستاذ شادي محسن، الباحث في الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. خلصت الحلقة لحد كده، كريم رمزي زمانه داخل حالا وبرنامجه رقم 10. أما إحنا لو كان لنا العمر إن شاء الله نكون موجودين معاكم في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.